في المطعم، ولكن نباتي رائع جداً. بالنسبة للمقادير إن شاء الله سنتركهم في صندوق الوصف. أول حاجة هي نسلق الروز ونعملوه في الخلاط الكهربائي، يعني هذه الطريقة ما تطلبش وقت كثير، بسرعة غادي نحضروه. هنا غادي نضيف عليه حليب نباتي، وأنتم لكم الاختيار. هناك أنواع كثيرة ديال الحليب النباتي اللي حضرت على القناة ديالي موجودة، أنتم لكم الاختيار. وبالنسبة للناس اللي بغى يعمل حليب حيواني لكم الاختيار. زائد زيت الزيتون، زائد الملح. في نفس الوقت غادي نضيف عصير الحامض، زائد تابيوكا. هاد التابيوكا هادي راه غنيه بالنشا، هي اللي غتطلع لنا الفورماجو، يعني غتطلعو رائع جدا. المهم في اخر الفيديو غادي نتكلم على هاد التابيوكا، شنو هو طريقه الاستعمال ديالها. وفي نفس الوقت غادي نضيف ملعقتين من المايزينا اللي هو النشا. والان نخلطوا الخليط مره واحده، يعني طريقه سهله. شوف معايا الخليط كيفاش صبح، يعني صبح كريمي، يعني جا على واحد الشكل كريم رائع. الان غادي نحولوا الخليط ديالنا يطيب، لانه عملنا فيه الطابيوكا ونشا ضروري خصهم يطيبوا باش يتفاعلوا. نحاولوا نقصوا عليهم النار باش ما نحرقهمش من التحت، لان هاد الطابيوكا ونشا كيتجمعوا بسرعه. كيف ما كتشوفوا الخليط ديالي اطاب تجمع، يعني ولا ثقيل جدا. الان غادي نحضروا فين نقدروا نوضعوا الفورماجو. غادي ناخذ هذه الجبانيه ونمسحها بالزيت، الان سنضع الفورماجو ونعطيه الوقت ديالو، من احسن نخليه الليل كامل باش يجي يعني ناجح 100%. المهم نتوما لكم ديما الاختيار، يعني اي واحد بغى يضيف اي مكون او يحوله الى حليب حيواني او فورماجو حيواني او يحوله يضيف عليه الزيتون او اشياء اخرى، فانتم لكم الاختيار. او الخضر هي لاباز، هي اهم شيء. المهم كما كتشوفوا الفورماج ديالي انا هو برد، يعني الكونسيستنس ديالو جات رائعه، وحتى ديك التابيوكا راه كتخلي الفورماج تعطيه واحد كونسيستنس يعني خطير جدا، يعني رائع، وكنتحكموا فيه بالسكين ونقدروا حتى نحكوه. المهم هاد الحويجات كنعملوهم حتى الناس اللي هما نباتيين، يعني يلقاو واحد يلقاو اشياء يبدلوا بها المائده ديالهم. وهناك الناس تعشق الفرماج وما تقدرش تاكلو لانه يصنع بالحليب الحيواني. الان تقدروا توجدوه وتحضروه في المنزل ديالكم، وعلاش لا تقدروا تحضروه حتى بالحليب الحيواني، نتوما لكم يعني الاختيار. كيف ما كتشوفوا الفرماجو ديالنا جا رائع ورطب، يعني جا قاصح تبارك الله. المهم العائله، واحد التعريف سريع للتابيوكا. التابيوكا هي واحد النبته كتصبح بحال البطاطا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، راه معروفه تبارك الله، وهي موجوده بكثره في امريكا الجنوبيه. هذه التابيوكا هذه راه تيقشروها وكتحك او كتطحن، وكيخليوها حتى تنشف وكتولي على شكل النشا.
كنعملوا بها اشياء كثيره، هي غنيه بالنشا، فيها واحد الماده ديك ديال النشا يعني كثيره ومجهده، يعني اي خليط كتقدر تقصحه. هي تقريبا فيها واحد الماده بحال الجيلاتين، يعني نباتيه وصحيه. المهم ان شاء الله في فيديو قادم نقدروا نهضروا عليها اكثر ان شاء الله. المهم العائله نقول لكم بالصحه والراحه، ما تنساوش.